وهنا لا بد من الإشارة إلى عدة نقاط. النقطة الأولى إنه صلى الله عليه وآله قال يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها المسلمون أو أيها المؤمنون ونحو ذلك. لاحظوا، وهذا يؤيد القاعدة التي يقول بها المشهور وهو الصحيح أيضا، أن الكفار مخاطبون بالفروع وتجب عليهم التكاليف الإسلامية كما تجب على المسلمين من صوم وصلاة وحج وزكاة وقمت وغيرها. غاية الأمر أنها لا تصح منهم حال كفرهم، فيجب أن يدخلوا في الإسلام لأجل تصحيح عباداتهم، فيكون دخولهم في الإسلام واجبا من ناحيتين. أولا أنه مطلوب في نفسه، فإنه يجب عليهم أن يسلموا على أي حال، وثانيا أنه مطلوب لأجل تصحيح ما هو مطلوب منهم وجوبا من العبادات. والصحيح أن مقدمة الواجب واجبة، وهذا يكون من قبيل مقدمة الواجب. فالمهم أن قوله يا أيها الناس يشمل جميع البشرية بأديانها وأصنافها وأجيالها وأماكنها ومجتمعاتها، والله تعالى يريد الخير لكل البشر ويريد التوبة والتكامل لكل البشر، وأنه خلقهم من أجل خيرهم ونفعهم في الدنيا والآخرة، أي في المدى اللانهائي. وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم وتقاعسوا عن العمل الصالح وابتعدوا عن الشهوات وابتعدوا إلى الشهوات واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيّا.